FM. الكلمة ليك. تنبيهام هالنشرة إخبارية ساخرة وخيالية خالية من المصداقية. جميع محتوياتها من عناوين وتفاصيل قام بعددها سلة من الإطار شبه صحفي اعتمادا على مصادر غير موثوقة. هدف الفقرة الدعاء بلا غير وكل تشبه بينها وبين الواقع فرامي مش بلعني. علمت وكالة رامي للأنباء أن سفير فرنسا بتونس توجه بمطلب لرئاسة الجمهورية التونسية قصد الحصول على الجنسية التونسية، كما قدم عريضة لمحكمة الناحية بتونس لتغيير اسمه من أوليفي بوفوار إلى تليلي الزيتوني. هذا وصرح سفير فرنسا في حوار حصري مع مراسلنا أشرف العطروس أنه سعيد جدا لتقضية شهر رمضان في تونس وأنه يعتزم فتح محل لبيع زلابية والمخارق في باب سويقة. وطمن سعادة السفير عموم التونسيين بأن البيض متوفر بكمية كبيرة وجهزنا مخزون بعشرة ملايين بيضة لشهر رمضان. هذا ووعد أوليفي جمهوره بمفاجأة كبيرة حيث سيكون لهم موعد يوميا معه بعد أذان المغرب في فوازير رمضان وسيشاهدونه كذلك في دور بابوشة في سلسلة سيبتي العزيزة. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أن سفير فرنسا سيقوم بتحكيم نهائي البطولة والذي سيجمع غدا الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، بالإضافة إلى أن السفير سيقوم بتأمين دخول الجمهور والتصدي لأعمال الشغب وجمع الكرات وتسليم لقب البطولة للفريق الفائز. نشر حافظ قيد سبسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك سيرته الذاتية، فيها حافظ هو المدير التنفيذي لحركة نداء تونس وأب لطفلين والابن الشرعي لرئيس الجمهورية، ويداوي الرعشة والبهتة والبرص ويساعد على الإنجاب ويقضي على البقاع المستعصية. أعلنت وزارة المالية في بيان لها اليوم عن جائزة مالية قيمة سترصدها الوزارة لكل مواطن يجيب على سؤال محافظ البنك المركزي وين فلوس السياحة وين مشاو. وردا على سؤال محافظ البنك المركزي قالت وزيرة السياحة أن عائدات السياحة قامت الوزارة بتوزيعها على كافة الشعب وسط فرحة عارمة، لدرجة أن بعض الفئات صدمت من الفرحة لدرجة أنهم قاموا بحرق أنفسهم أمام المعتمديات. ختاما قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد تصور أن عائدات السياحة خرجت في سياحة إلى البنوك الأجنبية، هذا اقتراحي لسؤال محافظ البنك المركزي. كابافان الكلمة ليك.